دلوقتي زي ما احنا شايفين انا داخل بشهاب وشهاب في قسم التوريدات ومن حقه يشوف القسمين دول المشتريات والتوريدات وبيد الاشياء الثانيه مش من حقه يشوفها. فافرض ان الثلاث ملفات دول انا عايز اعمل لهم شيرنج مع ناس معينه انا من حق اعمل لهم شير، فباجي هنا كده بقول له اعمل لي شير تو ناس يوزرز، وبعدين بختار الناس اللي انا مفروض اعمل لهم الحاجه دي تروح تعمل لهم شير، اختار زي ما انا عايز. ممكن كل اليوزرز باينين عندهم اقدر اختار زي ما انا عايز، تمام. وبعدين بقول له شير ناو. فلو انا جيت تحت كده الشير لينك ابص الاقي الحاجات اللي انا عملتها شير لمين. انا عملت الملف ده من امتى لامتى، وادي كل التفاصيل اللي عندي، وشير ويز مين، مين عمل شير معايا، يعني الادمن وشهاب عملوا شير معايا، تمام. وبالتالي لما الادمن يروح هتبص تلاقي كل الحاجات ايه، كل الحاجات دي جات له. يبقى دي طريقه ان انا بقدر احدد مين عامل شيرنج وانا عامل شيرنج معاه.